الوزراء، هناك يعني تحميل، هناك في غضب لدى المواطن الأردني. المواطن الأردني اليوم واعي لما يحدث. يعني هو رئيس الوزراء يملك ولاية في الأردن؟ نكذب على بعضنا يعني ونقول إنه هذا صاحب ولاية؟ هل يجرؤ رئيس الوزراء إنه يستدعي رئيس الأركان؟ هل يستدعي إنه يستدعي مدير المخابرات؟ ندعي إنه المستقبل للشباب وبدنا نقدم الشباب، وإحنا دمرنا الشباب وخلينا الشباب اليوم جاهز للمخدرات، للقتل، للنهب، للسلب، للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة من وراء سياساتنا الداخلية، وجايين نحكي على رئيس وزراء. يا ستي، رئيس الوزراء كتب هاي التغريدة وهو لا يملك شيء غير هذه التغريدة. وزيرة الإعلام تطلع تصرح تصريح يعني حسب ما بيقولوا لها، يعني شو بعطوها هالمعلومتين هالكلمتين بتطلع بتحكيهم. ما عندك أنت سلطة تنفيذية أصلاً تحاسبيها، ولا عندنا للأسف مجلس نواب اليوم يمثل تمثيل حقيقي للشعب الأردني.